السابق كنا مع طالبة أمريكية اعتنقت الإسلام ثم تنقلت من جامعتها في واشنطن بعد أن درست اللغة العربية شطرا من اللغة العربية والعلوم السياسية، ثم ذهبت إلى القدس ومرت في الأردن، جلست أسابيع قليلة، تعرفت على العادات، عاشت مع أسر مسلمة، أحبت الإسلام. قصة إسلامها قصة عجيبة ذكرناها بالأمس وهي اليوم معنا. مرحبا مريم. أحلين لكن دكتور. اليوم مريم أنت معنا ومعك أيضا، وعدنا المشاهدين والمشاهدات أن راح تكون معك أمك التي أسلمت معك أو بعدك بقليل، صح ولا لا؟ صح. إنزين، فمريم أنت أسلمتي. نعم الحمد لله. بعد أن الحمد لله بعد أن درستي سورة القرآن الكريم وأعلنت إسلامك، بس البداية كانت أنك وأنت تبحثين عن الأديان الشرقية واللغة والإسلام في النت، أرسل إليك كما قلت في الحلقة الماضية واحد اسمه عيسى عبر النت سورة مريم بالصوت بقراءة القرآن. سمعتها أنت مسموعة وأمك كانت بجوارك. أمك اسمها ماريا. مرحبا ماريا. مرحبا. أهلا وسهلا. زين، طبعا ماريا من أصل مكسيكي. ماريا سمعت وتأثرت، وتأثرتم قبل أن تعرفوا اللغة العربية. كيف تأثرت والدتك بالقرآن الكريم وهي ما تعرف اللغة العربية؟ كيف؟ ¿Qué pensaste sin entender el árabe todavía cuando tú escuchaste el Corán? ¿Qué pensaste que era y qué reacción tuviste? Me gustó mucho porque yo siempre quise encontrar algo mejor que la Biblia, porque en la Biblia me faltaba algo y el algo era lo verdadero que es Dios, y yo quería solamente alabar a un Dios. ¿Y cuando oíste el Corán qué pensaste? Cuando oí el Corán sentí que era lo verdadero. يعني أمي قول القرآن عندما هي اسمها القرآن القرآن الحق من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحق. عرفت من السماء. أحسن من الكتب هي الإنجيل. يعني الإنجيل هي كان تهاب الإنجيل، بس في شيء مو موجود، هي تبي أعرف بعد أكثر. أكثر في شيء أكثر، بس عندما أسمع القرآن لقيت هذا الشيء الحق من الله. يعني لما سمعتي بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تأثرت لما سمعت هذا الكلام. ¿Qué sentiste? Es una experiencia extraordinaria porque me llega no solo en mi mente pero también en mi alma, mi espíritu. ما شاء الله. هي قول فرصة حس و دخل الروح، دخل المخ، دخل القلب، كل شيء. تأثرت وما كانت تعرف لغة عربية. لا ما كانت. هي كانت ما كانت تعرف أي شيء. هي كانت أول داعية في المكسيكان في الإنجيل أو في الإذاعة. يعني دخل الدين المسيحية. هي كانت تدعو للأخلاق للمسيحية للمخابرة هي يعني بالدين المسيحية، يعني ما شاء الله تعرف وايد. دخل عن الإنجيل، وهي دخل الراديو أقول عن قصة عن الإنجيل وأنبياء عليه السلام. يعني دخل بلادي غواتيمالا كل الناس مسيحيون يعرفونها عن مشهورة هي في غواتيمالا. إي ما شاء الله. بس هي معاك في واشنطن وأبوك في واشنطن ولا في كاليفورنيا؟ واشنطن. في واشنطن. طيب مريم تحب اللغة العربية صح؟ وتصر أن تسمي نفسها لغة عربية. هي اسمها ماريا. ماريا ها؟ كنت يمابس ماريا. يس ماريا ولا فاطمة؟ فاطمة الحين. فاطمة الحين سميتي نفسك فاطمة.
ها؟ قبل ماريا. قبل ماريا، الحين فاطمة. فاطمة. ليش تحب اللغة العربية؟ ¿Por qué amas el idioma de árabe? Porque es la lengua de Dios. اللغة من الله سبحانه وتعالى. علشان القرآن الكريم. Como el Corán. Como el Corán. فاطمة ومريم. نعم. أنتوا أسلمتوا ولبستوا الحجاب، صح؟ صح. وأعلنتوا إسلامكم. إيش ردة فعل أخوتي، أهلك، الناس، الأقارب، الشارع، الناس، ماذا كان ردة فعل؟ ما أمي. أنت أمي. أول شيء أنت. أول شيء أنا إنسان. أنا داخل الجامعة، كل زملائي في واشنطن ولا هنا؟ في واشنطن. في واشنطن. كل زملائي أسألني، شفني صلاة، ويعني الحاك وقيامي والملابس والعيون، أسألني ليش كذي، ليش أنت كذي، وليش الحجاب. بس هذا فرصة لأكلم عن الإسلام معهم والدعوة. وهم ممكن هم يقولي ممكن جاي معك إلى المسجد، هم يبون يعرفون عن الإسلام. يعني في فضول بيعرفون. يعني الحجاب واللبس والدعوة مفتاح للتعرف. كل شيء، الطريق، كل طريقة. الطريقة. الالتزام. الالتزام الصح. يروح المسجد يعني فرصة. الصلاة فرصة، يقرأ القرآن فرصة، القيامي فرصة، كل شيء فرصة. وماما كيف تو تريكسيونارون تو usando حجاب aquí o allá que te han en los Estados Unidos aquí o allá también en Guatemala o México estaban muy impresionados que yo podía llevar esto cubierta la cabeza, porque ellos creen que cuando uno se cubre la cabeza hay mucho respeto y reverencia a Dios. الناس في غواتيمالا يفكرون الحجاب يعني respect مع الله سبحانه وتعالى، يعني أذكر الله. أيوة. كل وقت تقدير مع الحجاب، تقدير واحترام. يعني نعم لله عز وجل. صلاة مع الحجاب صح؟ صحيح. ليش لا كل الوقت؟ حلوة هذه الصلاة. الله معنا كل الوقت. كل الوقت، يا سلام. يعني سبحان الله يا جماعة، فهمهم للحجاب ورسالته الاجتماعية والدعوية والشخصانية أيضا أوعى من كثير من المسلمات. ما أقول المتبرجات، اللي الله إن شاء الله يوفقهم، لكن مع الأسف عندنا أقلام وداعيات بلسان طويل وقلم جارح ضد الأحكام. الحجاب درستيه؟ تذكرين كنت تقولين؟ درسته. فهو سنة ولا واجب؟ أنا بالنسبة لي كل الناس غير. أنا مو أعرف كل شيء بالإسلام. نعم صح. الحين. لكن درست الحجاب. يمكن بعد شوي غير، ما أعرف. بس الحين مو واجب، بس شيء لازم. يعني يساعد داخل الدين، يساعد القيام، يساعد أذكر الله، يساعد الدعوة. يعني it's a tool, helps. شكرا، نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. يا خالقنا يا رب.